قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إقامة مباراة منتخبي فلسطين والسعودية يوم الاثنين المقبل على أرض محايدة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019. هذا وكان المنتخب السعودي قد رفض خوض المباراة في الأراضي الفلسطينية لدواع أمنية قبل أن يوافق الجانب الفلسطيني على خوض اللقاء على أرض محايدة بعد تدخلات سياسية.